السلام عليكم يا باشمهندسين، النهارده ان شاء الله هندي. انتوا كنتوا واخدين الريبورت على الايفن باريتي مع الدكتور، كان الدكتور اديتكم الايفن باريتي ان انتوا تحملوها يعني بالداتا فلو والاستراكشر والبيهيفيرال. في المحاضرة كنتوا حليتوا الداتا فلو وكان فاضل لكم البيهيفيرال والاستراكشر. المفروض ان انتوا يعني جربتوها ووصلتوا للحل بتاعها. باختصار كده علشان بس نبدأ نركز افكارنا ازاي بنحل الحاجة، احنا لما يجي يطلب مننا في الامتحان تعمل لي كود سواء بقى داتا فلو استراكشر بيهيفيرال، احنا هنبقى بناء على ايه بنبدأ نفكر. الداتا فلو لازم نبقى عارفين ان انا عندي طريقتين اقدر احل بيها الداتا فلو. لو انا عندي ترو ستيبل او يعني حاجه مثلا زي الايفن باريتي، فانا خلاص مجرد انت قلت لي ايفن باريتي انا اقدر ارسم الترو، اكتب الترو ستيبل بتاعها، او ان انا يكون محطوط عندي الدايره نفسها. الاثنين دول يقدروا يوصلوني للداتا فلو. لو انا عندي الدايره نفسها بالشكل دوت كده مرسومه، وانا مطلوب مني اعمل داتا فلو للكود ده، فانا هبقى عارف ان هو هدخل الاي 2 دي اعمل لها نوت واحطها على الاند دي، ومعاها اند مع الاي 1 اعمل لها نوت والاي 0 اعمل لها نوت، دي كده خارج. ودوت برضو نفس اطبق نفس الحاجه في الاندات دي وبعدين اعمل لها اور، فانا قادر اقول اكسبريشن كده او ايكويشن تعبر لي عن الرسمه دي. فانا الرسمه قدرت اجيب منها ايكويشن وهكتب الايكويشن ديت ان هو ينفذها الكود، كده انا عملت داتا فلو. طيب لو هو مديني الترو ستيبل، طبعا الايفن باريتي هي حاجه انا بحطها مع الكود اللي انا بعتاه او مع البايت اللي انا بعتها، بتقول لي عدد الوحيد اللي فيها علشان لما اروح عند الريسيفر اعمل تشيك واشوف فعلا عدد الوحيد، مثلا قال ان هو عدد زوجي طلع عدد زوجي ولا في لوس في بايت معينه، فاقدر ان انا احسب منها او اعمل تشيك يعني للسيستم بتاعي. فبتبقى ايه دلوقتي انا عندي دي الحالات بتاعت الترو ستيبل، لو عدد الوحيد عدد زوجي هقول يبقى يبقى الايفن بت هتبقى واحد، لو عدد فردي يبقى صفر. بنعتبر الثلاث اصفار ان انا كده عندي عدد زوجي من الوحيد، برضو ان هو ايه صفر من الوحيد هو عدد زوجي، فبحط الايفن باريتي بواحد. نفرض ان هو قال لي على حاجه سواء انا بعرف اكتب لها ترو ستيبل او هو اساسا اداني ترو ستيبل لاي يعني لاي نتورك سيركت معينه قال لي ده ترو ستيبل بتاعها، بعمل ايه؟ زي كده لما كنتوا بتعملوا في اللوجيك في اولى كهربا كنتوا بتيجي تقولوا ان انا كده يعني اخد بقى الحاجات اللي ليها وحايد دي دوت وده وده وده، اجي اخدهم بقى اركز عليهم يبقى ديت A2 and A1 and A0 دول or A2 و A1 ايه زيرو بقى. لو طبعا اصفار يبقى ايه داش ايه داش بايه دي اتنين ودي واحد برضو داش، وايه زيرو داش زائد اللي هي بتمثل الاور تبقى ايه اتنين داش وايه واحد وايه زيرو وايه واحد وإيه زيرو وهكذا. هنا تبقى إيه اتنين في إيه واحد داش في إيه زيرو، وهنا تبقى إيه اتنين إيه واحد إيه زيرو داش. باخدهم مجمعهم مع بعض أبدأ أخد عوامل مشتركة، فأقدر أقول إن دي مثلا هعملها بأند دي هعملها يعني. إحنا لما إحنا ناخد الحالات دي شوفوا من غير أي اختصارات، لو أنا أخدتهم كلهم هبقى عارف إن هنا بصوا ده كده أنا عامل لإيه اتنين نوت والإيه واحد نوت والإيه زيرو نوت، يبقى انا اروح بصوا هتلاقي الجزء اساسا فعلا احنا نعرف نرسم منها بقى الدايره اللي هو الجزء دوت اللي عملنا نوت لكل واحده منهم. طب بعد كده اول حاله هي ان الثلاثه نوت دول يتعملوا اند مع بعض، فاحنا هتلاقي الاند الاولانيه داخل لها خارج الثلاثه دول. بعد كده ان واحده منهم تبقى نوت واتنين التانيين الاصليين، هتلاقي ان في اند داخل لها كده فعلا، تلاقي واحده داخل لها اهوت دي داخلها الـ A2 نوت وداخلها الـ A1 والـ A0 الأصليين، وهتلاقي هكذا اللي بعدها تبقى الـ A1 هي اللي نوت والاتنين التانيين أصليين، وهنا
A0 هي النوت والباقيين ايه الاصليين، وهناخدهم نعبر عن علامة ال AND دي بأن كلهم OR مع بعض. يبقى هو لو كان اداني true stable لأي حاجة بقى مش شرط دي، يبقى أنا أقدر أرسم منها ايه السيركت. يبقى أنا لو أنا عندي true stable أقدر أرسم السيركت منه. يبقى على حسب بقى ايه المسألة بادئة منين. data flow، الداتا فلو انا قدرت دلوقتي جبت الايكويشن دي، مش محتاجه اروح ارسم لو انا عندي ترو ستيبل وجبت الايكويشن دي، اروح اكتب الايكويشن دي بقى تفسيرها، اروح اكتبه بقى في الكود، مش مهم اعمل سيركت اساسا واشوف ايه الاندات والاورات اللي انا محتاجها، ابدا على طول اكتب. طيب انا عندي الدايره، يبقى هجيب الاكسبريشن على طول منها كده، ده الداتا فلو. خلونا نخلصه الاول كده، احنا هنا سواء انا معايا الجمله اللي فوق اللي كتبناها من الترو ستيبل او معايا الرسمه نفسها، فراح هنا يطبق الكلام دوت. احنا الرسمه دي لما نيجي نكتبها، انا ممكن اكتبها زي ما احنا كتبنا فوق، سطر واحد كده بيمثل لي ايه الايفن باريتي بتساوي كذا، وممكن اجزئها بالراحه، يعني اجمع مثلا حاجه الاول اعمل اور بعدها اخدها على ستيب. فلو انا خدت على ستيب واعتبرنا ان هنا كده الستيب بتاعتي، فانا هحتاج اعمل هنا سيجنال عشان خارج الانديت دي ويبقى داخل للاور. انا كل اللي انا بقوله كلام احنا قلناه قبل كده، بس بنطبقه على مثال جديد، فاللي واقع منه قبل كده يقول لي يوقفني تاني ونعيده مرة تانية. لكن انا لو قلت حاجة بسرعة علشان احنا شرحنا قبل كده. فهنا دلوقتي عرفنا الانبوت والاوتبوت والسيجنال بتاعنا دوت سميناه بي، متكون من 4 بت علشان كل بت منهم هتبقى خارج اند من اللي عندنا، وبعدين بنقول كل واحد منهم هيبقى نوت كذا مع كذا من الايكويشن اللي احنا حسبناه، ونعمل ايفن لكل ده. كان ممكن كل واحده من دول كده تبقى بين قوسين وتنزل مكان القيمه دي، كانت هتبقى ايكويشن كبيره مش مشكله، بس كانت هتبقى صح برضو. هنا دلوقتي هو حاطط النوت ما بين قوسين، لو انا شلت القوسين دول جربوها هتلاقوا مفيش مشكله، لان احنا قلنا ان النوت ليها بريوريتي اعلى من الاند، فهي كده كده هتتنفذ الاول تمام. لكن لو كان عندي اند وور، او لو كنت حطيت الايكويشن دي كلها جنب بعض، لازم كنت اعمل الاقواس تمام كده. خلونا ننفذ كده ان هو داتا فلو. يعني كي new source in medium ونقول even parity و ال even ال A هناخدها ال A هتكون بس 2 0 وال even ده output. نعرف في السيجنال اللي قلنا عليها، سيجنال البي عبارة عن ستاندرد لوجيك فيكتور متكون من 4 بت، فهتبقى 3 down to 0. بعد البيجين بقى نبدأ نكتب الكود عندنا، ان بي اوف 0 اللي هو خارج اول اند، بي ساوي اي اوف 0 تكون نوت اللي هي اللي داخله لها كلها، ونوت نوت اي اوف 0 ان نوت اي اوف 1 ان نوت اي وبعد كده إيه خارج التاني بتاع الاند اللي بعدها، هنلاقي ان هي بتاخد واحدة نط والاتنين التانيين الاصليين بتوعها زي ما اتفقنا. ده جاي اساسا من الترو ستيبل، من فكرة اساسا عمل ال even parity. وبعدين نحسب بقى الـ even الـ p of 0
اور البي اوف واحد اور اور بي اوف تلاتة. تمام كده نعمل التشيك بقى. لو جينا بقى تيست بنش دلوقتي احنا اتفقنا ان دلوقتي لما نيجي نعمل تروث تيبل اول متغير حطيناه 4 اصفار وبعدين 4 وحايد. يعني انا لو رحت قلت ان ده 40 نانو سكند مثبتاه وبعدين غيرته الوحايد بعد 40 نانو سكند كده ماشي، اكن كل واحدة من دول اكن كل احتمال هيقعد 10 نانو سكند. في المتغير اللي بعديه عشان اغيره 2 0 0 وبعدين 1 1 0 0 1 1 يبقى خليه 20 نانو سكند. طب ده 0 1 0 1 خليه 10 نانو سكند. يبقى انا خلال 10 نانو سكند كل 10 نانو سكند بيتغير المتغير ده، وكل 20 نانو سكند بيتغير المتغير A1، وكل 40 بيتغير A2. فاقدر احسب الاحتمالات دي حاجة منظمة عشان اجيب الاحتمالات كلها. عاوز اكتب اي حاجة عشوائية بمزاجي مفيش مشكلة برضه. فاحنا خلينا نعمل بقى التست ده. في ملحوظه يا باشمهندسين، يعني وانا بعمل مره حصل لي ايرور بسببها، هي حاجه بسيطه بس وارد ان كله يعني حد يعملها تاني. انا لما جيت اعمل انشئ الكود الاساسي رحت كاتباه سميته ايفن، وانا بعمل المتغيرات انا عامله متغير اساسا خارج اسمه ايفن. انا عادي يعني خلاص انا كنت عاوزه اكتب ايفن بارتي كنت كاتبه ايفن وخلاص. في كون ان اسم الفايل يبقى اسمه زي اسم متغير جواه ده بيعمل لي اكتر، يعني لو عملنا تشيك للسينتكس وانا في الكود الاساسي ومسميه ايفن وجواه متغير اسمه ايفن ممكن ما يطلع لكش ايرور، لكن لما بيجي يستدعيها في التست بنش فهو بيلاقي نفسه عنده ده اسمه ايفن متغير وجه هنا لما يجي يعمل نتورك هتبقى باسم الفايل اللي انت مسميه. لو انت مسميه ايفن هو مش هيعرف الفرق ما بينهم وهيطلع لك ايرور. بنبقى واخدين بالنا ان في التست بنش ممكن يظهر لي ايرور نتيجه ان انا الفايل نفسه مسميه باسم حاجه من المتغيرات. يعني الفايل مسميه ايفن وجواه ايفن فاليو يبقى هيطلع لي ايرور لان هو هيستدعي في الكومبوننت او الحاجات اللي بيناديها ايفن اساسا. في التست بنش بقى احنا شرحنا المره اللي فاتت، هنشيل الكلوب ده ونشيل هنا ده برضه، هنثبت لمده 40 نانو سكند ال A 2 أخليها بالنوت بتاعها. طبعا شرحنا بقى موضوع النوت ده، بنعمل بروسيس تانية كل 20 دي اللي هي ال A 1 وبعدين بروسيس تالتة كل 10 دي اللي هي ال A 0. تمام كده نعمل عند السيميوليشن ونعمل تشيك سنتكس. تمام سكسس. نعمل كليك يمين هنا float zoom out هيطلع لي بالشكل ده. بما ان ده فيكتور مش حاجه واحده، مش ظاهر لي الاي حالتها ايه والبي حالتها ايه، لا ده فيكتور مع بعض. فانا بس بقف هنا بلاقي الفاليو، في الفاليو هنا 3 اصفار. المفروض بعد 10 نانو سكند اللي هو الصفر الاولاني least significant bit تبدا تبقى ايه تتغير، المفروض تبقى 1. فهنحرك 10 نانو سكند بقت 1، الايفن باريتي صح بصفر. طيب بعد 10 نانو سكند كمان الاول ليست سيجنيفيكانت بيت دي هتتغير مره كمان فهترجع صفر، والبيت اللي بعدها بتتغير كل 20 نانو سكند فهي كمان هتتغير، فهلاقي عندي صفر واحد صفر بالشكل ده. بعد 30 يبقى اول بيت بس اللي هتتغير فهتبقى عندي واحد واحد صفر اهي واحد واحد صفر. بعد 40 هلاقي ان اللي كانت
السيجنيفيكانت عدى عليها 10 نانو سكند كمان فهتتغير، واللي في النص عدى عليها 20 فهتتغير، والاخرانيه الموست سيجنيفيكانت عدى عليها 40 فهتتغير. فهلاقي عندي 1 0 0 بالشكل ايه ده، 1 0 0 وهكذا. بقيه الاحتمالات اهي كلها مظبوطه. يبقى الجزء دوت عبر لي عن كل احتمالات الترو ستيبل، وتاكدنا ان الكود اللي احنا عاملينه صح. تمام كده، ده الداتا فلو. نشوف بقى اللي بعده. لو انا بقى باجي اعمل behavioral، behavioral ما بكتبش ال equations، ما بقاش محتاج circuit. يعني انا لو عندي اديني ال equation دي، لو هو مديني في الامتحان ال equation او راح اديني الدايرة، انا هقعد افسر الدايره دي بتعمل ايه، واقول لو دخلها 0 0 0 اروح انا اكتب الترو ستيبل. يبقى لما انا بكون شغال حاجه وعاوز اعمل لها بيهيفيرال، يبقى انا عاوز كونديشن. الكونديشن ده هيبان لي منين؟ من الترو ستيبل، مش هيبان لي من السيركت. لو بصيت للسيركت ممكن ما بقاش يعني عارف المالتيبلكسر ماشي، لو بصيت للسيركت هاخد بالي من السيلكتور، بس كده كده افضل لي ان انا اكتب الترو ستيبل وابدا اشوف الحاجه. فكتبنا الترو ستيبل بتاعنا، سواء ان احنا مشينا مع الايكويشن اللي هو مديها لي او مشينا مع الرسمه، كتبنا الترو ستيبل. بعد ما اكتب الترو ستيبل ابدا ادور الانبوت في حاجه فيها هي اللي بتحكم لي الخرج. يعني مثلا الاي 0 دي، الاي 2 دي لما بتبقى بالصفار مثلا الخرج بيبقى حاجه معينه ولا ايه؟ فنبدا ان احنا ندرس الموضوع. طب احنا درسنا دلوقتي ما لقيتش كونديشن معين، مش لاقيه ان في خرج دخل معين بيسبب لي حاجه. طالما حصل معاك الموضوع ده هتعمل ايه؟ هتاخد كل احتمال تقول له لما يدخل لك 0 0 0 طلع لي، لما يدخل لك 0 0 1 طلع لي 0. هقول له بقى انا كل احتمال لوحدي، انا اللي هقول له الاحداث اللي ممكن تحصل وهيتصرف معاها ازاي. فاحنا لو هنكتب هنا هقول له مثلا لو 0 0 0 طلع لي 1، لو 0 0 1 طلع لي 0، هكذا. يبقى انا هكتب كام احتمال؟ 8 احتمالات. ممكن تسهيلا على نفسي اختار يا اما الصفر يا اما الواحد، يعني الخارج لو واحد او بصفر براحتي. فاجي اقول بطلعها بواحد لما صفر صفر صفر، واعمل له تاني او صفر واحد واحد، وواحد صفر واحد 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 صفر. وسواء بعمل else تبقى كذا، او اعمل when others تبقى صفر، فاكتب 4 احتمالات بدل ما اكتب 8. ده صح وده صح، بس تسهيلا على نفسي ممكن اكتب ان انا 4 احتمالات بس. تمام كده؟ فاحنا نيجي نشوف كده لو احنا هنعمل دلوقتي البيهيفيرال. عندي ايه؟ عندي ايفن. تمام كده، يجي بقى نكتب ايه مثلا with ايه، لان الانبوت هو اللي اصبح عندي شرط، هو الانبوت نفسه بقى شرط حدوث الحدث. يعني select قول هي select ايه بقى ال even تساوي 1 when. وبعدين يا اما كنت اكمل الاحتمالات كلها الصفار كمان، او when others. ايه اللي انا كاتباه غلط في الكود دلوقتي يا باشمهندسين؟ المفروض اعمل بعد كل واحده من دول كوما. تمام، هنروح نعمل له بقى التست بنش زي ما عملنا.
انا بكتب معاكم التست بنش، هنكتبه 3 مرات، هو نفس التست بنش بنكتبه 3 مرات في السكشن، يعني على امل ان تكونوا خلاص انتوا مش محتاجين تذاكروه. يعني نشيل الكلوك بس ونشيل الجزء ده. نعيدها تاني. اهو برضه هنلاقي نفس الاحتمالات. بصوا يظهر لي اول ما يبقى فيه 2 وحيد يظهر لي 1، غير كده الباقي اصفار. بتمام الكود بتاعنا مظبوط. نيجي بقى نشوف الاستراكشر. الاستراكشر انا محتاجة اعمل ايه؟ لما باجي اعمل الاستراكشر انا مش محتاج ان انا يعني لو هو مديني السيركت، هي دي اهم حاجه انا عاوزها، انا عاوز اوصل للسيركت. مديني السيركت يبقى انا خلاص وصلت للحل بتاعي. مديني الايكويشن يبقى هروح الايكويشن دي اشوف، يبقى ديت كده اعمل نوت، يبقى انا اللي برسم الرسمه من الايكويشن. مديني الترو ستيبل يبقى انا هروح الترو ستيبل بتاعي اكتبه، ولما اكتبه احوله للايكويشن، ومن الايكويشن ارسم الرسمه بتاعتي. يبقى داتا فلو انا لو عندي الايكويشن او السيركت خلاص دي، يعني يا اشتغل بالايكويشن على طول، يا سيركت احولها الايكويشن، يا لو معايا ترو ستيبل اجيب من الترو ستيبل الايكويشن. بيهيفيرال، البيهيفيرال انا محتاج ان انا اشتغل بالترو ستيبل، فلو انا عندي سيركت اشوف الترو ستيبل هيطلع شكله عامل ازاي، لو عندي ايكويشن اشوف منها الترو ستيبل عامل ازاي. طب انا الاستراكشر انا محتاج سيركت، فلو عندي ايكويشن يبقى احول الايكويشن دي السيركت، لو عندي ترو ستيبل يبقى احول الترو ستيبل ده الايكويشن، ومن الايكويشن احولها لسيركت. احنا هنا دلوقتي مرسوم لك السيركت بتاعتك. في الغالب يا باشمهندسين السيركت دي هتكون يا اما حاجه انت شفتها قبل كده، يا اما من ترو ستيبل هتكون سهله. طب مثلا ايفن باريتي ده انتوا لسه واخدينه اهوت، والدايره بتاعته بسيطه، يعني لو انت كتبت الكود مره هتفتكر الدايره. يعني جاد لك في الامتحان اود باريتي، هي نفس الدايره، وتعمل لها نوت هنا خلاص بقت الاود باريتي. تمام. هنا طبعا احنا بقى عاوزين نروح نعمل كده. اي تاني يا باشمهندس تاني بتقول ايه؟ لو جت الدايره دي ممكن ابسطها، ولا ايفن او لود باريتي ممكن تمشي كلها اكس اور، يعني ممكن اكتب اكس اورات وخلاص، ولا إيه؟ بص إيه يعني، هو احنا بنفضل ان احنا لما بنيجي نعمل الاستراكشر نشتغل باند نوت اور، ما نقعدش نستخدم اكس اور وحاجات كده. يعني نستخدم لو نعرف ان احنا نعملها بالاندات والاور وتبقى مش كبيره قوي يبقى تمام. لو احنا وصلنا النقطه ان لا الدايره لو استخدمنا قعدنا نقول اند وبعديها اور وكل، يعني لا ممكن بقى ان احنا نقول هنستخدم حاجه ابسط، فعلى حسب نوعيه الدايره. في يفضل لو انت شغال اود لا، يعني ارسم الدايرة دي وبعديها نط، يعني هتكون أفضل، يعني إن هي أنت مشيت بكل الحاجات اللي هي الصغيرة جدا. بس وبرضه هسأل لكم الدكتور يعني في النقطة دي، هي يعني أصلا هي كده كده صح مفيش مشكلة، بس يعني هسأل لكم هي تحب ايه أكتر، وهقول هبلغها مع المندوب بتاعكم، هسألها لكم على طول بعد ما أخلص السكشن إن شاء الله.
هنا دلوقتي ايه بقى محتاجين؟ ان احنا نوت ثلاثة والاندات والاور. طيب قبل ما نروح نكتب الكود، الانبوتس بتاعتها ايه؟ النقطة اللي احنا كنا بنتكلم شبه اللي احنا نقول اكس اور كده، احنا دلوقتي ممكن حد يجي يقول انا هشتغل بالاند اللي ليها 2 انبوت، فهتبقى الاند اللي ليها 3 انبوت دي بيستخدم 2 فيها اند بال2 انبوت، في الموضوع هيطول مننا يعني، بقى كل اند من دول هتبقى 2 اند اساسا، والاور ديت هتبقى 2 اور، لا ما كانتش 3 كمان اور عشان اعمل 4 و1، في الموضوع هيكبر قوي. فانا بشوف ايه لما اجي ابص على الحاجة، ببص انا عاوز اند، ابص الدايرة كلها ايه اقل اند مستخدمة، يعني لو كان في هنا مثلا اند تانية كان داخلها 2 انبوت كنت هضطر ان انا اشتغل بالاتنين انبوت، لكن لقيت ان هي اللي موجودين كلهم 3، مفيش اصغر من كده اساسا محتاج انبوت، فتبقى المينيموم بتاعتي او اللي انا البيزك بتاعي هو 3 انبوت للاند، وهكذا للاور. هنا الاور في اور تانية مفيش، هي دي اللي موجودة خلاص، يبقى الاربعة ديت هي الاساسي بتاعي. ومفيش على فكرة مشكلة خالص، حتى لو حد اشتغل باكس اور او كده، طالما انت عرفتها واستخدمتها واستخدمتها كام مرة، انت ما روحتش قلت لي انا هجيب اي سي مثلا، يعني مثلا مالتيبلكسر، ما روحتش قلت لي انا هجيب اي سي مالتيبلكسر، انت بسطت لي المالتيبلكسر واحد بسطها خالص، وحد جاب مثلا خلاها حاجتين مع بعض، يعني ما فيهاش مشكلة. بس أنا برضو هتأكد لكم الدكتور هل هي عاوزة النوت والأند والأور بس ولا لأ. نيجي نطبق ديت هنعمل إيه؟ هنروح نعرف كومبوننت كل واحد لوحده، الأور والنوت والأند، وبعد كده نكتب لهم الكود بتاعهم. نيجي نيو سورس، نعمل بقى النوت جيت، هتبقى ليها input واحد و output واحد. نيجي نكتب ان ال x بتساوي ايه؟ not ال a، وبعدين نعمل ال end ال end عندنا اتفقنا ان اصغر واحدة او اللي موجودة يعني متكونة من 3 input أو أوتبوت واحد، يبقى عندي الـ x هتساوي a and b and c. الـ OR gate عندي 4 input output واحد. A and sorry or B or C or D. تمام كده، نيجي نكتب بقى الكود الأساسي بتاع ال structure. عندي الـ A وعندي الـ Even هو الـ Output. هكتب Structure Code، يبقى عندي حاجتين ما بين الـ Architecture والـ Begin، عندي Component بحطها وعندي Signals بحطها، لأن طالما حطيت Component يبقى أنا هوصل ما بين الـ Component وبعضها، يبقى أنا محتاج Signal. الـ Signal هنا عبارة عن إيه؟ انا المفروض هدخل ده الانبوت الاساسي وده الاوتبوت الاساسي، يبقى اي حاجه تانية هتبقى سيجنال. انا داخل النوت دي انبوت طالع منها اوتبوت، لما اجي اخد البنه اللي طالعه دي اقول لها هوصلها على ايه؟ يبقى اقول هوصلها على السيجنال، وبعدين السيجنال دي هتتوصل بانبوت الاند والاوتبوت بتاعها على سيجنال، يعني الاند داخل لها سيجنالز وطالع منها سيجنال، وبعدين على الاور وداخل الاوتبوت ده متعرف. يبقى انا هحتاج اعمل هنا السلك ده سيجنال، والسلك ده هنا ايه؟ سيجنال. يبقى السيجنال بتاعت الخارج من النوت دي يبقى 3 بت، وهنا دول 4 بت، يبقى عندي سيجنال اسمها ان 3 بت، وعندي سيجنال اسمها بي 4 بت، والكومبوننت الاساسي. يبقى انا هاجي عند الاركتكتشر و قبل البيجن وهقول له الكومبوننت بتاعتي، عندي النوت جيت اللي كانت البورتس بتاعتها
عبارة عن ايه؟ ال A input وال X out. بقول منساش end component semicolon. دي أول component عندنا. ال component التانية ال AND. ال AND كانت ال ports بتاعتها ايه؟ عندها تلاتة inputs ال A وال B وال C وواحد output. دي كده ال AND. عاوزين كمان ال OR. A و B و B و C و D. بعد كده نعرف السيجنالز. احنا كده قلنا الكومبوننت اللي عندنا، اتفقنا ان عندنا اتنين سيجنال. سيجنال اسمها N اللي بيطلع عليها خارج النوت، وهتكون متكونة من 3 بت. والسيجنال التانية اسمها B هيطلع عليها خارج الاندات، ومتكونة من 4 بت عشان انا عندي 4 انت. نبدأ بقى نكتب عندنا الكومبوننت بعد begin. اول حاجة هاخد كان في نقطتين ولا استنى عشان الناس. اوكي ماشي، هاخد اليو واحد اخدها نوت جيت. دي اول حاجة. البورت ماب بتاعها ايه؟ المفروض داخل لها A0، وهيطلع منها ايه؟ اللي هيطلع منها هيبقى على ايه؟ يعني البورت ماب بتاعها الايه على الان الايه اللي هو اول بورت ماب بتاعها. ناخد بالنا طبعا ان العلامة احنا بنعمل لما كنا بنكتب يساوي بنكتبها كده، انما في البورت ماب بنعملها يساوي اكبر من. في الايه تبقى متوصلة بالايه اوف زيرو. الاكس اللي هي البن بتاعت الخارج بتاعتها تكون متوصلة على السيجنال اللي انا حاططها له يطلع عليها الاوتبوت اللي هي ان اوف ايه اوف زيرو. النتورك اللي بعدها اللي انا هاخدها هبقى عامل اوبجكت من النوت اسمه يو 2، هبقى موصل عليه ايه؟ الايه هتكون متوصله بالايه اوف واحد A1. الإكس طالع لن ون الإن ون، وهنعمل كده برضو للنوت التالت. تمام كده. ندخل بقى على الأند. يلا حد يقول لي الأند بقى الأولانية خالص اللي هي واخدة الاوتبوت بتاع النوت التلاتة نوت مدخلاهم على الاند ومطلعهم بقى. يقول لي هنكتب ايه؟ اول حاجة اللي بينا رقم ايه متوصلة بينا رقم ايه متوصلة بايه الاند دي؟ عاوزين الانبوتس بتاعتها دي نكتبها. اللي هي الخارج بتاع كل نوت من دول ان زيرو الاي متوصلة بخارج اول نوت دي خارج النوت دي، وبعد كده البي تتوصل بخارج النوت ان واحد، بعد كده سي الاثنين الاثنين، والاكس عندي هتبقى على ايه؟ الاوتبوت بتاعها بي زيرو. الاوتبوت بقى يطلع على السيجنال اللي انا عاملاها خاصه بالاوتبوت بتاع الان بي اوف زيرو. دي كده اول اند.
نعمل الباقيين زيها. عند اللي بعدها هتبقى واخدة خارج واحدة من النطر والباقيين الأصليين، الدخل الأصلي الإيه الأصلية والإيه الأصلية. تاخد من هنا اهي، واخدة النوت بتاع ال A0 وال 2 inputs التانيين هما الحاجات الأصلية، وهكذا بقى بنبدل، وهتطلع على ال B of 1. بعد كده ال AND اللي بعدها هتطلع تاخد بقى واحدة تانية تكون النوت والاتنين التانيين الأصليين، وتطلع على ال B of B. رقم 7 بقى ال AND 7 تبقى دول الأصليين، وتالت واحدة هي النوت. بعد كده بقى يا باشمهندسين الأور البورت ماب بتاعها، تاخد البيهات وتطلع الاوتبوت بقى. البورت ماب بتاعها يبقى ان هي داخل لها السيجنالز دي اللي هي خارجه كل الاندات، واطلع الاوتبوت اللي هو الايفن اللي هو اوتبوت اساسي عندي. يبقى انا كل الاندات دي كان الخارج بتاعها اللي هو البي دوت، هناخده بقى ايه على اول بينا فيها، هنوصلها بي 0، تاني بينا بي 1، تالت واحده بي 2، رابع واحده تلاتة، والاوتبوت النهائي هيبقى الايف. خلاص كده احنا ايه كتبناهم كله. نشوف نعمل تشيك كده، في ايرور في لاين 89. أو هنا نسينا نحط كوم. تمام سكسس اهو. نعمل بقى التست بنش نفس اللي احنا قلناه قبل كده. قفل معلش يا باشمهندسين، لما قفلت التيمز فصل تمام بقى. هنعمل تاني تيست، هنسميه اي اسم عشان هو لما بيعمل ريلود بيعمل حاجة غريبة.
نشيل الكلوك. نفس بقى اللي احنا عملنا ال A و 2 النوت احنا كده يا باشمهندسين، يعني من خلال المثال دوت اكننا رجعنا على كل الافكار اللي احنا قلناها من اول الترم، باستثناء بس ان البيهيفيرال مثلا ليه كذا طريقة ان احنا نعمل بيها، مثلا with select when ال if ال process الحاجات دي احنا عملنا with select when، لكن احنا قلنا ايه كل الافكار ال data flow كله يعني. هيطلع لنا نفس الخرج بتاع قبل كده برضو عشان نتأكد ان احنا ايه ماشيين صح. في يا باشمهندسين اي مشكلة في سيكشن النهاردة؟ حد عنده اي اسئلة؟ باشمهندسة بس أنا كان عندي مشكلة في السيميوليشن. عندك مشكلة في السيميوليشن ان انت مش عارف تعمل تسطب البرنامج، ولا مشكلة في السيميوليشن من جهة لا ايه؟ لا، أنا يعني كل حاجة بتبقى مظبوطة، بس لما باجي أعمل سيميوليشن ما بيظهرش ويندوز سيميوليشن. بص يا باشمهندسين، لو حاجه يعني كده هي غالبا هتبقى مشكله في التسطيب، لو انت يعني بتعمل تشيك سنتكس وما فيهاش ايرور يعني. كل ويندوز اساسا يعني، انا كان عندي ويندوز 8 قبل كده ما كانش بيتسطب علي، لما كان دلوقتي عندي السنه دي ويندوز 10 اتسطب عليه مفيش مشكله. ويندوز 11 في مشكله برضو دلوقتي مع الناس. انا حتى انا هقول لكم دلوقتي على حاجه، يعني موضوع ان هو يطلع لك في السيميوليشن ايرور غالبا هيكون برضو حاجه في التسطيب او